القائد يشكو القاعدة. خرج الإمام الحسين عليه السلام من منزله ذات ليلة، وأقبل إلى قبر جده صلى الله عليه وآله فقال: السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة، فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا نبي الله أنهم قد خذلوني وضيعوني ولم يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك.